السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة معانا حاجة أول مرة بصراحة أشوفها على يعني مستوى تربيتي للسمان أكتر من 5 سنين أو 4 سنين. طبعا يا جماعة الخير البيض طبعا المفروض إحنا يعني عارفينه وعارفين حجمه كويس جدا، ولكن المرة دي يا جماعة بصراحة أنا ساعة ما شفتها اتخضيت بصراحة من شكلها. طبعا زي ما انتوا شايفين بيض السمان ده تقريبا يعني يبقى الحجم كده او اكبر شويه، طبعا لان طبعا السمان بتاعنا يعتبر في الجو الحر اللي احنا كنا يعني فيه دلوقتي وبدا يخف الحراره، شكله مثلا يبقى زي كده حجمه تمام. فانا فوجئت لقيت منظر عجيب قوي، طبعا هتشوفوه دلوقتي حاجة غريبة جدا سبحان الله العظيم. دي يا جماعة البيضة السمان اللي طلع لنا حاجة كده، يعني حطها جنب واحدة كبيرة شوية عشان تشوفوا حجمها. ايه يا جماعة شايفين حجمها عامل ازاي؟ طبعا دي يعني بتبقى جاية يا جماعة نتيجة مثلا زنقة بيض او بسبب الفيتامين ايه اللي احنا بنديه للسمان، فبيقوم يأثر عليه في ان هو يخلي السمان يبيض بسرعة او يبقى فيه اضطرابات فيه يعني الهرمونات بتاعتهم، فيقوم يفلت حاجات زي كده وممكن كمان يعمل سمان يبيض سمان صعب. فلو لقيته حاجة زي كده ما تستغربوش وعادي، وان شاء الله هتبقى دينا زي الفل عادي يعني مفيش مشكلة. وكده يا جماعة الخير يبقى وصلنا معاكم نهاية الفيديو، احبكم في الله.